الصباح ما رح الحمام. هاي جد وصلنا المطار عندنا بس شنطتين ودحين لازم نسوي شكل. سوينا شكل ولقينا مكان نجلس وبابا بيشتري اكل. طلبت مكرونه وعصير. بنمشي الى باب الطياره. انا ما بمشي انا بنط. مجنون. احنا في الطابور حنروح على الطياره بعد شويه. انا مره متحمسه. متى دخلنا الطياره بابا بتسمع ليش؟ كل ميوزك. اوكي. كم طياره تقدروا تشوفوا؟ المطعم. شوفوا النوافير، حناكل في هذا المطعم اللبناني. كمية الأكل اللي هنا يمي. خلصنا الأكل كان مرة لذيذ. الحين بنمشي إلى الهوتيل. تصوري بطني كرشتي كل شيء. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. أمس ما وريتكم الشقة فحوريكم هي اليوم. هنا المطبخ وهنا عائلتي بياكلوا الفطور. كيف؟ أنا عائلة مشيلة ما عائلتي. هذه غرفة بابا المكركبة. اوه سمكة. هذا غرفة ماما وهذا سرير جات. انا انام هنا في المطبخ. انا ويوسف يناموا هنا جنب التلفزيون. لتو خرجنا ويوم جميل. بابا اعطاني هذه النظارات. بناخذ جولة على تيك توك. انا المشوي يا جماعة المفروض تكون في مشوي. وقفنا هنا عند كرسي كرسي مكسور. بقرر لو ما ممتحد هذه. جاد شوف النوافير. انت اثقل من يوسف كثير بس. يوسف انت ما بتشتغل. ايمان هي تسوي كل الشغل. ها مع سلامة تك تك. هلا مطعم. طلبت تشيكن ناجتس. هنا المطعم اللي اكلنا فيه. وهنا شوفوا بوت. الحين حنركب على بوت. هتنزل على هذه الزحليقة؟ أنا وبابا بيسوقوا. شوفوا المنظر. جاد ما كان يبغى يلبس هذا. ليش جاد؟ يساعدك. بابا خلاني اشتغل. ايوه عشانك بيت ما اشتغل. يلا اشتغلي. حركي البوت حركي. ابغى امسك الموية. خرجنا من هذا البوت. دحين حنركب هذا البوت. البوت مرة حلو بس ابغاها تروح اسرع. يلا بابا اسرع. أكثر أكثر تركنا البوت وجينا عند النافورة. بس المياه بتروح علينا. بنتمنى الكثير. لا الحين جينا حسة نعمل جبن فونديو اللي هو جبن دائم صح؟ ايوه مع شيف ستيفن. بيورينا كيف نصنعه وبعدين احنا حنصنعه. حطينا عصير التفاح. دحين حنحط الجبن. بابا تقدر تغني يودل؟ يودلي يودلي يودلي. اعتقد حقي خلص. بعد هذا حناكله يومي. الحين هنجربه جبن فندق. خلصنا الحصه. دحين حنتعشى هنا. بس شوفوا ايش هذا. هديه وشهاده. حتاكلي بعد كل الجبن اللي اكلتيه؟ اكيد جا يوم. وهذا الشخص يوم جديد. اليوم هنركب على هذا البوت ويمكن نسبح. هتسبحي في الماء الباردة؟ ايوه. وركبنا البوت. بنقرب الى النافورة. انا وانس بنجرب نصيد سمك. ايش تبغى تصيده؟ سمك القرش. مين هتتوقع يمسك سمك اول، انت ولا ايمان؟ انا ايمان. جالس اوري البوت بس اخاف الاخير. وجيت تخوف عن جالسين هنا. ها ما مسكنا شيء بس انا ويوسف جالسين ورا. الحين خرجنا من البوت وغيرت ملابسي. الحين حنروح الى الهوتيل وحنرتاح. ما في محل العاب واحنا بنستنى التاكسي. حد مبسوط بيلعب هناك. يوم جديد وحياه جديده وسعيده. بابا ايش حنسوي اليوم؟ حنتمشى في المدينه وحنجرب شوكولاتات من 7 اماكن مختلفه. طبعا انا حاكل كل الشوكولاته. اوه لا انا كمان. فقط بطني. اول محل شوكولاته. شوفوا كل الشوكولاته. انا ابغى اجرب هذا في النص بس انا يبغاه كمان. تحب الكراميل صح؟
صوته تعبان في تكلم ذكي. دخلنا محل الثاني، شوفوا الألوان. أنا هذا كله جميلة اليوم فعلا. اللي هنا شكلها مرة مختلفة، شوفوا ضفدع بطة شطة بالأنب في هذا المطعم الجميل. جو عند الطالة يأكل أكلنا. هنتسلق فوق الأشجار. ماي جود، مسار مرة طويل صح؟ ثلاث ساعات احنا عليه؟ يوسف وانا سناك ورا؟ احنا بنمشي فوق الدير عشان حنطلع على زيب لاين مرة طويل. انا مرة خايفة، لا خلينا نصنع. يلا نطي، بسم الله. اوكي دوري ايمان تنط مرة عالي. خايفة شوية؟ يلا ايمان. خايفة تنط هذا الارتفاع، شوفوا. جو. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. اليوم بنترك شنيف ورايحين إلى مدينة فيفي. شوفوا الجبال. كنا في الدور الثاني، بدأ يمطر، بس هنروح إلى مطعم الحين. أنا وأنس أخذنا ستيك. إحنا في الباص والحين بنروح إلى قلعة شيو. يوسف متحمس؟ أيوه. القلعة جميلة مرة كبيرة، يخوف نروح هناك فوق الموية. أجواء ركب على بوت زي كذا. تركنا القلعة ودحين حندخل فونتانت. جاء كثير هنا إن شاء الله. ميني جولف. وإيش لبس؟ حندخل الكهف الحين. مرة كول زي كهف حقيقي. حنتسلق هنا. نطي. هو نطف من فوق مرة ما شاء الله. إيش هذا اللي هنا بيصير؟ مرة تعبانين، بنروح للهوتيل الحين. وصلنا الفندق. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. وقت الفطور. شوفوا البطيخ، نقدر نطعم الطيور بيدنا. شوفوا حنركب على هذا القطار بعد شوية. أنا وأنس جالسين قدام. واو مناظر خلابة. مبسوط أنس؟ طلعنا مرة فوق. وقفنا هنا لعشر دقايق. جاء قطار ثاني هنا. القطار كان مرة ممتع. دحين حنروح ناكل. نسيت أصور الأكل. هذا البوت الكبير فوق في مطعم. واو شوف الموتر، كثير ناس بيستمتعوا بالمنظر. هنا الكابتن سكرين. شوفوا فين جالسة. واو في هذا القلعة. وقفنا هنا. باي باي. يوم جديد، هذا الفطور اليوم. بابا قال هنا مكان كويس للصورة. تشو تشو رايحين مدينة لوزان. مدينة لوزان جميلة. هذه كنيسة قديمة هنا مرة كبير. حنطلع فوق 224 درج. واو مرة كبير. حعد كل الدرج. مرة تعبانة، طلعنا مرة فوق بس شوف المنظر. هي بابا أقدر أرن الجرس؟ يخوف شوية. طلعنا مرة 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 عالي، أنا خايفة. أخيرا رجعنا تحت، مشينا كثير فوق. حندخل متحف الأولمبياد. إيش كانوا يسووا في الأولمبياد؟ رياضة. كانوا ينطوا نطي؟ كانوا ينزلوا تحت؟ ضغط سوي ذا؟ ضغط. قبل ما نستكشف الميوزيوم حناكل. ورينا angry face. happy face. sad face. surprise face. بنتعلم عن تاريخ الأولمبياد. من جد كيف تعلمتي لنا؟ ولا شيء. جد يبغى يلعب مع هذه الألعاب. احنا طلعنا فوق هنا، هذا في لندن. شوف الفستان عليها أشجار ومباني. هذه كل الملابس اللي يستخدموها في الأولمبياد. أنت كنت تسوي كاراتيه لما كنت صغير صح؟ ورينا. خرجنا من المتاهة وحلو ناكل آيس كريم في يوم حار زي كذا. في مكان ألعاب حلو هنا. كنا بنمشي هنا وشوفوا إيش لقينا، ملاهي. بابا ممكن نركب على كريتي ماس؟ لا هذا يدوخ مرة، أنا ما بركب معاكم. أركبوا بلوري مرة صراحة. حندخل الفان هاوس. كنت أبغى أركب على هذا بس مكسور. هاي بابا مبسوط؟ هذا اللعبة للأطفال.
دختي يدوخ مرة. اليوم جينا قاب بنتر وحنمشي فوق مع الاشجار. في زحلاقة هنا فوق فوق بنطلع فوق. واو حنروح تحت الزحلاقة بس ممنوع التصوير. اوكي جد نروح مع بابا. انا خايف شوية. دور انس ليش تصيح زي كذا؟ بابا كل شوية يبغى يوقف وياخذ صورة مع هذا المناظر خلابة. تعرفوا؟ بس على هذا الأشياء أنا. هذا الكائن الغريبة. أنت؟ بدأ يمطر وبللنا كثير. تدخل الدش يا جماعة فعليا. شوفوا كيف المطر. أو لا بللنا. بس ممتعة تجربة صح؟ بس كيف بشوف بابا يوسف هناك. كلنا واقفين هنا استنى المطر توقف. يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة. شوفوا فوقنا فوق في التلفريك. احنا فوق بيوت الناس. صراحة مرة يخوف. خوف اضيع. بابا ما في نشتري بيت هنا مع هذا المنظر. اوه يا ريت اعطي فلوس. شوف البقر. ورانا مرة حلو. ايوه انا مرة فوق من هذا التلفريك بس لازم نركب على واحد ثاني. اطلع فوق اعلى وحناكل فوق في مطعم. وقع الا بنمسك الغيوم حيجي بيدنا قطن. لا ايش بك؟ في حشرة هنا جعلها. خليها لك. مبسوط المطر. مبسوط المطر. شوف طلعنا عنده الغيوم. ما نستكشف الجبال لازم ناكل. مشينا في الجبال شوية بس دحين لازم يخوش. قاعد تدفيها. لا كيف تحرك البقر زي كذا؟ خلاص نزلنا تحت وحار تحت هنا. كان مرة برد فوق الجبال. الحين حنركب هذه الدراجات اللي بحية جميلة. مو هذه مو دراجاتك. هذه دراجاتك. تبي لا تصدم الناس. كيف انس؟ حلو. هاي ماني صار؟ انس هو ضربني. كان حصدم فيك يا انس؟ ايوه. وقفنا هنا عشان نحشرب. صراحة متعب. ركوب الدراجة متعب ها؟ هذه أجمل محاية قد شفتها في حياتي. اسمحي فيها. ما عندي الملابس. عندنا أكثر وقت نستمتع هنا. دراجاتنا هنا. شوف المنظر. ويخوف. شوف فين طلعنا. ما كنت أقدر أطلع مع الدراجة فاستخدمت المسعد. المسعد اللي استخدمته. يوم جديد. اليوم لازم نركب على هذا التلفريك وننزل بالزحلاقة السيارة. حنطلع فوق وننزل مع السيارة. فوق 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 وحننزل تحت. مستوعبين قديش؟ اوه ايوه مرة طويل. مرة فوق. اوه مرة فوق. ليش بيجروا؟ منظر برانا. شوفوا هذا الشخص بيطير على السلك هذا مرة طويل. شجاع شجاع. قال له ايش انا ما انزل عليه. ما شفها فقط خاف. التوبوغن كان مرة ممتع بس كان يخوف كثير. مرة يخوف. ايوه. حنطلع مرة ثانية وحننزل. كيف كانت؟ كويس. اول مرة نزلتيها كنت خايفة. هذه مرة خفتي؟ ايه لا تحسن شوية. تعودتي. هذه اطول زحلاقة صيفية بسويسرا. حنركب على هذه الدراجات. دراجة على الموية اول مرة صح؟ مبسوطة؟ ايه لا تصدمي فينا. هاي بعدي. شغلي يلا شغلي رجولك. في مسابقة بالسيارات.